السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. تعرض الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم لرياضي سبور التركي لكرة القدم للإصابة خلال المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني بالرباط استعدادا لمواجهة الكاميرون. ولا تدعو إصابة بوطيب إلى القلق، حيث يكتف الطاقم الطبي للأسود بقيادة عبد الرزاق هفتي جهوده لإعداد اللاعب لمباراة ضد الأسود الغير مروض المقررة يوم غد الجمعة. وتندرج هذه المواجهة التي يحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس انطلاقا من 8 مساء ضمن منافسات الجولة 5 وقبل الأخيرة من التصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.